مشاهدينا وصلنا لفقرة الديكور، كيف تختارين الديكور المناسب لغرفة طفلك بحيث تكون آمنة مريحة وعملية وبنفس الوقت تلبي كل احتياجاته؟ يسعد صباحك ياسمين. صباح الخير لجين. ياسمين هي اللي راح تجاوب كل أسئلتنا وتفيدنا بموضوع الديكور أكيد كالمعتاد. ياسمين، أول شيء هل في أفكار مناسبة غير الألوان؟ إحنا بنعرف إنه في ألوان عادة للأطفال، بس غير الألوان الأفكار؟ طبعا غرف نوم الأطفال شيء ممتع جدا جدا، الواحد سواء أم أو مصمم ديكور أنه يشتغل فيها، لأنه فيها إبداع وفيها أفكار دائما جديدة، وخاصة الطفل بحاجة أن إحنا ننميله عقله وذكاءه واهتماماته. طبعا في أفكار كثير غير الألوان وغير الألوان التقليدية اللي بنعرفها، الزهري للبنات والأزرق الفاتح للولد، بحيث أن إحنا نخلي الولد يحس أنه غرفته هي مملكته. بيقعد فيها، إذا بأكبر شوي بدرس فيها، بينمي قدراته فيها. ولكن بحب ألفت نظر الأم أنه خلي دايما بالك أنه غرفة طفلك تكون مريحة وآمنة. حلو، هل ممكن الطفل أنه أو لازم الطفل يشارك في اختيار الديكور، ولا لازم تكون هذه مسؤولية متكاملة فقط للأم أو الأب؟ لو الطفل صغير كتير أنه في بيبي، طبعا الأم هي بتحب تكون فرحة بابنها، أكبر قصدي مثلا أكبر، أنا طبعا لازم أنه الطفل يشارك لأنه بيحط من اهتماماته هو داخل غرفة النوم. وهذا اللي إحنا بدنا نحب نحكي عنه اليوم شوي. أول شيء عند اختيار مثلا غرف الأولاد، حلو أن إحنا نختار أفكار مختلفة عن الأفكار التقليدية، بحيث أنه الولد يحس بذاته بداخل الغرفة. بعض الأفكار إن ممكن تستخدمها الأم كبدايات لديكور أو تصميم غرفة ابنها، اهتماماته سواء بيحب الحيوانات، ممكن حيواناته المفضلة، إذا عنده رياضة مفضلة، عنده هوايات مفضلة، نوع من أنواع الكرتون اللي بيحب يشوفه، طبعا يكون كرتون بينمي ذكائه. فطبعا إذا فينا نشوف أول صورة، وهي من الأفكار اللي أنا كتير بحبها، فكرة السيرك. نعم، راح نشوف، راح تغير معنا تطلع الصور الآن. بس كمان في فكرة أنه نلاحظ بعض العوائل مثلا اللي إذا كان البيت عندهم مثلا كبير، بيحطوا غرفة النوم الحال غرفة الألعاب أو النشاطات الحال، هل بتفضلي هذا الشيء ولا تقول لا كل شيء داخل مملكته؟ أفضل أنه يكون غرفة، سواء إذا كان طفل أكبر شوي بمرحلة الدراسة، أفضل أنه وقت النوم يكون للنوم والاسترخاء، وقت اللعب يكون تنمية مهاراته كاملة، سواء كانت رياضة، سواء كانت موسيقى، سواء كانت لعب. في غرفة منفردة أو منفصلة، حتى تكون غرفة النوم والدراسة منفصلة. ولكن إذا الاثنين مع بعض مش غلط أنه نحاول نجمع ما بين الاثنين. هاي فكرة من الأفكار كتير كتير بحبها بالنسبة للأطفال الأصغر لحد سن 7 سنوات، اللي هي فكرة السيرك، لأنها بتجمع للطفل مثلا حيواناته المفضلة، ألوان بتكون مبهجة جدا غير عن الألوان الاعتيادية، وفيها بعض من المهارات. ممكن إذا في أطفال بيحبوا السحر، أطفال بيحبوا الضحك واللعب، يعني غرفة مبهجة جدا. نعم، وحلو كمان بعض الألوان تلعب دور كمان بنفسية الطفل، ممكن حتى تحفزه وتخليه نشيط أكثر، أو البعض لا بالعكس في ألوان بتجيب حتى الاكتئاب. بالضبط. هاي كمان من الأفكار الكثير حلو، ممكن لا إذا بنشوفها إذا ممكن نرجعها مرة ثانية مازن. إذا الصورة اللي هي بيعتبر حلو بالفضاء، يعني بالفضاء، أو في أفكار أخرى مماثلة لها مثل سباق السيارات، ممكن الأهالي تستخدمها عن بوستر بيتحط على الحيط. لو الطفل عنده اهتمامات فضائية بنعلمه أسامي المجموعة الشمسية، بتكون الاهتمامات الأطفال أكبر سنا شوي. وفكرة هي ولادية وبنفس الوقت مختلفة. نعم، حلو حلو، ممكن يصير عالم فضاء بكرة. بالضبط. لأنه عايش بهالأجواء يعني من بدري. طبعا هي بالنسبة لغرف البنات غرفة تقليدية، بس بشوف كثير من البنات بيحبوها. صحيح. وبيطلبوها، بدها تحس إحساس الأميرة، ومتوفرة جدا بالأسواق، فبتكون مشبعة لرغبات وأحلام الفتيات الصغار. هي من الغرف اللي أنا بعتبرها مناسبة ولد أو للبنت، بحيث أنه بيكون الألوان فيها، ممكن نستخدم فيها الألوان الأكثر، الأقل نقولها دارجة بالنسبة للولد أو للبنت.